أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فلما فرغ الله عز وجل من بيان دلائل الإيمان في الأنفس وفي الآفاق شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين الحقيقة التي بعث بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فكما أن التوحيد يعني له دلائل في الإيمان في الأنفس وفي الآفاق كذلك من دلائل التوحيد اتفاق دعوة الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم على حقيقة واحدة ألا وهي حقيقة التوحيد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وذلك من عهد نوح صلى الله عليه وسلم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لم تختلف دعوة الرسل وهذا يدل على أن أصل الدين واحد كما قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إذن هذه النصوص كلها تدل على أن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليه واحد وابتدأ الله عز وجل يعني كلامه سبحانه وتعالى عن الرسل بذكر نوح صلى الله عليه وسلم هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الأرض والقصة مرت علينا في سورة هود ومر يعني وقبل هود في يونس طرفا منها لكن فصل تفصيلا في سورة هود وهنا أيضا تأتي القصة والمعلوم أن تكرار القصص في القرآن كل موطن تأتي فيه القصة فينبه فيها القرآن على عبرة وعلى عظة معينة يعني تختلف عن المواضع الأخرى فالقصص لا يتكرر من باب التكرار حاشا لله هذا كلام الله عز وجل كل حرف فيه بقسطاس مستقيم لكن تكرار القصص كل موطن تأتي فيه القصة تكون هناك فائدة وعظة في اتجاه محدد فهنا يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولم هنا لا مقسم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وهذا يعني من فضل الله عز وجل على عباده أنه يرسل الرسل دائما تبعث الرسل في أنساب قومها وتبعث كذلك بلسان قومها ليبين لهم حتى يعني يسهل يعني الفهم عنه وحتى يسهل التعلم منه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره البداية قال يا قومي يوقف قلوبهم ويدعوهم بشفقة ومحبة
وهذه الحقيقة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الحقيقة التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهي حقيقة التوحيد. أفلا تتقون؟ أفلا تخافون السخط وتخشون نقمته؟ يعني أن ينزلها بكم بسبب الشرك الذي أنتم عليه؟ أفلا تتقون؟ الاستفهام هنا إنكاري. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وهذا هو الملمح الأصيل هنا في هذه القصة، وسيأتي في هذه القصص أن قضية الإنكار الكفار على الرسل صلوات الله وسلامه عليه هو دعاهم إلى التوحيد، فما الذي أنكروه من دعوته؟ لم ينظروا في حقيقة دعوته ولم يتأملوا فيه، وإنما استبعدوا أن يرسل الله عز وجل رسولا من البشر. وهذا هو الذي كان عليه كفار قريش، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكذلك فرعون، يعني وسيأتي تفصيل الحديث في كل ذلك. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. قضية الملأ قضية يعني تكررت وستتكرر معنا في القرآن. الملأ في جانب والرسل صلوات الله وسلامه عليه في الجانب، الملأ أصحاب الجاه والسلطان وأصحاب المصالح، طبقة المصالح، طبقة التي يعني انصبغت حياتها وعلاقتها بحسب المصالح وحسب الرغبة والرهبة. فهؤلاء دائما في جانب، ودعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليه في جانب، لأن دعوة الرسل تقوض من سلطانهم ويعني تهدم من دعائمهم، ولذلك دائما كانوا يقفون موقف المعادي لدعوة الرسل. لما سأل هرقل أبا سفيان أيتبعه ضعفاء الناس أم أشرفهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة في ديني بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. وبين له هرقل بعد ذلك بأنه كذلك أتباع الرسل، هم ضعفاء الناس. طب والسؤال هنا يعني قد يتبادر إلى الذهن، يعني لماذا يعني يقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الملأ دائما في جانب معاداة الرسل؟ وهذا طبعا يؤدي إلى صعوبة الأمر وإلى يعني محاربة الدعوات ومحاولة القضاء عليها. هؤلاء بيملكون من القوة والجاه والسلطان والأتباع والحاشية والنفوذ في المجتمع، لأن الحق حق، لأن الحق حق، فلا يحتاج الحق إلى قوة أرضية تحميه، لأنه حق. الباطل هو الذي يحتاج إلى جنود مدججة بالسلاح، لأنه لو لم يكن حوله جنود مدججة بالسلاح يعني سيسقط هذا الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا كان من شأنه أن يزهق. أما الحق فثبوت الحق أعظم من ثبوت الجبال، حتى لو كانوا يعني ليس له أتباع، لأنه حق، هو في ذاته حق. نعم. وهذا أيضا من ابتلاء أصحاب الدعوات الرسل صلوات الله وسلامه عليه وأتباعه. ولذلك فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والتعبير عن الملأ الذين كفروا من قومه يدلك على أن هذا لم يكن استشكالا عندهم، وإنما كان هذا المعاداة للرسل ودعواتهم عليهم السلام كان لكفرهم بالله عز وجل. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ولذلك أيضا في يونس قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لا يمكن نؤمن بكم أبدا، لأن هو هنا يعني سحب البساط منهم. نعم. لأنهم يعني يقيمون في الناس أنفسهم على أنهم الكبار والسادة وهم يعني الجديرون والأحق بأن يتبعوهم الناس. طب ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وما المانع في أسأل الرسل من البشر؟ ولو كانوا غير بشر كيف
يأخذون عنه، لابد يكونوا يعني أمثال، لابد أن يكونوا بشرا حتى يسهل مخاطبتهم ويسهل الحديث معهم ويسهل أن يعني يخالطوهم ويتعلموا منهم ومن أخلاقهم ومن صفاتهم ومن أدبهم هكذا ويقتدون بهم. وكذلك يعني أرسال الرسل، نعم يريد ما هذا إلا بشر مثلكم، وطبعا كفار قريش كانوا يعني يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نعم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني لو شاء الله أرسل رسول لأرسل رسولا من الملائكة، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، الرسول من جنس الموصل إليهم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لم نسمع بهذا في الأجداد ولا في آبائنا الماضيين، إن هو إلا رجل به جنة، ما هذا إلا رجل مجنون كما قال كفار قريش، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لا إله إلا الله، الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون نسبه وصدقه وأمانته ويرون من أدبه ومن سمته ومن هديه ودله صلى الله عليه وسلم إنك لمجنون، شو التأكيدات يعني لا نراك إلا هكذا، هنا أيضا إن هو إلا إن هو ما هو إلا رجل به جنة مجنون، هذا استمعوا له، فتربصوا به حتى حين، فتربصوا به ريب المنون، تربصوا به الموت، طالما أنه مجنون لابد أن يموت، فتربصوا به حتى حين، اصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه بالموت، قال رب انصرني بما كذبون. والملمح الأصيل هنا في القصة الإنكار على الرسل لكونهم بشرا، وسيأتي، ولذلك لو تأملت القصص التي سيأتي هو هذا الملمح الذي يريد الله جل وعلا أن يبطله من هذه القصة، ويبين كذلك لهؤلاء كيف انتصر، كيف آل الأمر إلى الرسل بأن علت دعوتهم وانتصروا على أعدائهم، وكذلك ستنتصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه. قال رب انصرني بما كذبون، والمعلوم أن الله جل وعلا لم يشرع الجهاد إلا في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، لم يكن الجهاد مشروعا لا في زمن نوح ولا في هود ولا في زمن صالح ولا في يعني قوم ولا يعني بعد ذلك في يعني قوم في إبراهيم صلى الله عليه وبنيه، أول تشريع الجهاد كان في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الرسل ماذا يفعلون عندما تضيق بهم الأمور، ونوح عليه السلام هنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، سبحان الله 1000 سنة، لا إله إلا الله، قال رب انصرني بما كذبون، أي بسبب تكذيبهم لي، ما هنا يا مصدرية، نعم بسبب تكذيبهم إلي، بسبب تكذيبهم لي، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، والفلك السفينة، نعم كما قال جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر، بأعيننا تشمل أمرين كما ذكرنا، تشمل بمرأة منا وتشمل كذلك إثبات العينين لله عز وجل، لماذا؟ لأن العرب لا تجوز أن تطلق شيئا بلا حقيقة، العرب لا تجوز أن تطلق شيئا إذا لم يكن له حقيقة، فقوله تعالى أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي تشمل بمرأة منا ومشهد منا، نعم وكذلك تشمل وتشمل إثبات العينين لله عز وجل. طب العينين الأعين كما مر علينا مجموعة، يعني وقال وفي طه ولتصنع على عيني، العين هنا مفرد مضاف صيغة عموم، وعيننا أيضا الجمع مضاف صيغة عموم، والسنة بيّنت أن هذا العموم هو يعني مؤداه إلى العينين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح إن الله لا يخفى عليكم
وإن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. نعم. والعور في كلام العرب هو من له عين واحدة. فالسنة بيّنت إجمال القرآن بأن لله عز وجل عينين على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وعندما نثبت لله عز وجل صفة، نعم، فتثبت الصفة على ما يليق بجلال الله عز وجل بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ووحينا هنا بمعنى الإلهام، سيلهمه الله عز وجل صناعة السفينة، ولم يكن ولم تكن السفن معروفة يعني قبله، ولذلك بأعيننا ووحينا. وقال وحملناه على ذات ألواح ودسر الأخشاب التي تتداخل مع بعضها البعض، وهكذا تصنع السفن. فإذا جاء أمرنا، الأمر من الله عز وجل بعذابهم، وفار التنور، والتنور هو الموضع الذي يعني تنضج فيه الأشياء، يعني الطعام وأشباهه، وفار التنور، فار التنور خرج الماء من التنور. هذه آية، النار الموضع التنور ليس فيه يعني لا يخرج منه الماء، لكن مع فيضان الماء سيخرج الماء. وفار التنور بالماء فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فاسلك أي في السفينة من كل زوجين، من النباتات ومن الحيوان، لأن ستنتهي الحياة على الأرض، فكان لابد يأخذ معه من كل زوجين اثنين بعض ما يستطيع حمله في السفينة، يعني من كل زوجين، كل أنا عموم كل بحسبه، لا يأخذ، لن يأخذ كل شيء يعني طبعا لا، لماذا؟ لأن عموم كل يعني ليست تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فحيحمل لأن الحياة ستنتهي على الأرض، وسيعلو الماء رؤوس الجبال، فكان هذا حتى تستأنف حياة جديدة. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق فيه القول من الله بالهلاك، نعم، كابنه وزوجته، نعم، ابتلاء كبير والله العظيم. صلى الله السلام عليه وسلم، صلى الله جل وعلا أن يصلح ذريتنا وإياكم رب العالمين. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني. طبعا إلا من سبق عليه القول منهم قدر المقضي عليهم، وهم مختارون، يعني هم فاعلون مختارون، يعني لهم مشيئة، لكن مشيئة الله عز وجل نافذة فيهم. يعني لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني حين ترى العذاب ينزل بهم، حين ترى المطر يحيط بهم والأمواج تحيط بهم من كل جانب، فلا تخاطبني فيهم، يعني لا تسألني فيهم نجاة، لا تأخذنك رأفة بهم، ولا تأخذنك شفقة بهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا لأنهم ظالمون، إنهم مغرقون، قضي الأمر، إنهم مغرقون سيغرقون لا محالة. والتأكيد على هذا المعنى إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، الاستواء في اللغة بمعنى العلو والارتفاع، وهذا يدل على أن للمخلوق استواء كما أن للرب جل وعلا أيضا استواء، واستواء الرب ليس كاستواء المخلوق. الرحمن على العرش استوى، وهنا يقول فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. هل الاستواء كالاستواء؟ أبدا. يد الله فوق أيديهم، هل اليد كاليد؟ أبدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن التشابه في الصفات لا يعني التماثل، لا يعني التماثل في الحقائق، لا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، علوت على الفلك على السفينة، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. شو يعني الحمد على هذه النعمة العظيمة، نعمة إنجائهم من القوم الظالمين بعد هذا الأذى والعنت الذي يعني كانوا يلحقونه بهم. وطبعا في سورة هود قال الله جل وعلا وقال اركبوا فيها
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. كانت تجري. أوحى الله إلي أن جريان السفينة أن يقول بسم الله، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وكذلك عندما ترسو سيذكر اسم الله جل وعلا فترسو السفينة. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. المعلوم أن السفينة علت على الماء رؤوس الجبال، واستوت على الجودي جبل من الجبال، لأن الله جل وعلا يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال. إذن السفينة علت مع الماء حتى صارت على رؤوس الجبال، لذا قال جل وعلا وقل رب أنزلني منزلا مباركا، يعني في المكان أنزلني منزلا مباركا وبارك، يعني والمنزل المبارك يعني في يعني في 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 الأهل وفي الأنفس وفي الزروع وفي النباتات. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات. تم الأمر وقضي الأمر. نعم، إن في ذلك الآيات، الآيات لدلائل وعبر على صدق الأنبياء وصدق ما جاءوا به عن الله عز وجل، لأن الله جل وعلا نصرهم وأهلك أعداءهم، وكانت في هذا عزة كبيرة لقريش وأمثالهم، ولكن القوم غلب عليهم الشقاء. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين لمختبرين للعباد بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وفي قصة نوح عليه الصلاة والسلام أنه مهما طال البلاء فلابد له من أمد ولابد له من نهاية، فطال يعني مدة لبس نوح صلى الله عليه وسلم ومكثه في قومه وانتهى، انتهى الأجل، انتهى قضي الأمر. نعم، فالبلاء لابد له من نهاية، مهما طال ليل البلاء فلابد له من صبح يبدد ظلام هذا الفجر. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهنا يعني قيل أن يعني القصة هنا في يعني عاد، لأنها التي خلفت قوم نوح، وقيل أن المراد هنا ثمود. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول في آخر القصة فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، والمعلوم أن الله جل وعلا أهلك عادا بالريح وأهلك ثمود بالصيحة. فمن هنا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن المقصود هنا بهذه القصة هو قوم هم ثمود قوم صالح، لأن يعني الله جل وعلا يقول فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. لكن لا يبعد أيضا أن يكون قوم عاد قد اجتمع عليهم الصيحة مع الريح، لا يبعد هذا. ثم والله تعالى أعلم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أمة وجيلا من الناس، فأرسلنا فيهم رسولا منهم يعلمون صدقه ونسبه وأمانته أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن هنا تفسيرية، من ضابط أن التفسيرية ما يسبق معنى القول دون حروف القول، يعني قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه دعوة الرسل أيضا، الملمح العظيم أيضا من قصة الرسل أنهم دعوتهم واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، والعبادة لا تجوز إلا لله، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه، أيضا الملأ في قوم نوح والملأ في هؤلاء، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. هذه صفات الملك، هذه صفات الملأ. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، نعم، أصحاب الجاه والنخبة والسلطان، وكذبوا بلقاء الآخرة، ودائما الكفر معه التكذيب، وأترفناهم في الحياة الدنيا. وهذه هي الشخصية، هذه الملمح الأصيل لشخصية يعني هؤلاء البشر، أنها شخصيات مترفة، والشخصيات المترفة الطرف،
لا ينبت أبدا شخصيات سوية. ولذلك الشريعة جاءت بمحاربة الطرف وجاءت بالذم عنه، وإن رجالا لا يتخولون في مال الله بغير حق فلهم النار، يا رواه البخاري. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولو شاء يعني لأجر الله له جبال مكة ذهبا، ومع ذلك يختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا نبيا، ولم يشأ أن يكون ملكا نبيا صلى الله عليه وسلم. وكان ينام على الحصير ويؤثر الحصير في جسده عليه الصلاة والسلام، وتمر الأهلة الأشهر خلف الأشهر ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن. إذن قضية الطرف دي قضية قاتلة، تنبت شخصيات مشوهة لا تتحمل مسؤولية ولا تقوم بعبء ولا تنهض لتكليف أبدا، شخصيات مثل هذا الطرف تجده في دنيا الناس. عندما تجد المقاهي مثلا ممتلئة عن بكرة أبيها بأناس يسهرون حتى الصباح، هؤلاء الناس تقوم عليهم الأمم، تبنى عليهم الأوطان، شباب يتسكعون في الشوارع طوال الليل. هؤلاء هي هذه القضايا المحنة العظيمة التي يعني، وطبعا هذا يعني نتاج مكر الليل والنهار. نعم. إذن قضية الطرف قضية يعني دائما تحاربها في نفسك وتجتهد، كلما اجتهدت في التوسع على نفسك أضرك هذا والله. كما قيل الدنيا إذا حلت أو حلت. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا، وطبعا مع قضية الطرف لا يصبح لا يصير عنده لا مبالاة، لا بيرعوي ولا بينزجر ولا تكلمه كأنك يعني لا يفقه ولا يفهم. وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. طيب وهكذا مسلم يعني قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولئن أطعتم هنا ولئن أطعتم اللام هنا اللام يعني الموطئة لقسم، يعني إيه يعني الجواب الذي سيأتي هو جواب القسم وليس جواب الشرط، هذا معنى اللام الموطئة لقسم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم، في طب أطعوهم في ماذا؟ لم يتأملوا ولم يتفكروا ولم يتدبروا في حقيقة الدعوة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولئن أطعتم بشرا مثلكم في التوحيد إنكم إذن لخاسرون. أكدوا لهم على خسارتهم وبأنواع بألوان من المؤكدات، والتنوين هنا إنكم إذن أي إذا أطعتموهم لخاسرون. اللام هنا إن الجملة الإسمية وإن واللام الداخلة على الخبر والتعبير بلفظ الخسارة، خاسرون فاعلون اسم فاعل. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هذا كانوا الذي ينكرونه ويستبعدونه. أإذا كنا عظاما ناخرة. نعم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هيهات. أي 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 يعني لا يمكن يحدث هذا أبدا، لا يمكن. هيهات هيهات اسم فعل ماض يعني بمعنى الاستبعاد والنفي. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. كالبهائم السائمة، لكن البهائم تفهم وتعقل. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. البهيمة تستجيب لهاديها وتشكر بارئها سبحانه وتعالى وتقوم بالوظائف التي وظفها الله عز وجل بها، لكن هؤلاء إن هي إلا حياتنا الدنيا، الحياة ليست إلا هكذا، إن هي لا يوجد إلا الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الكلام ده على فكرة هذا الكلام قد يكون بلسان الحال، عندما ترى أقواما
لا ينزجرون ولا يرعون بما يفعلون ولا يأبون بما يشترئون عليه من محارم الله، فتعلم أنهم يقولون هذا بلسان الحال. عندما تجدهم يدمرون ويسفكون الدماء والأعراض ولا يعني يقيمون لله عز وجل وزنا ولا يرعون لأمر الله عز وجل ولا نهي، تعلم أن هذا هو اللسان، وإن كانوا لا يصرحون بذلك إن هي إلا حوده. هو ده يعلم أن نوح يقف بين يدي الله عز وجل، هيعلم هذا أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه على يعني على ما اقترفت يده؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، كذاب افترى يعني اختلق الكذب على الله سبحانه وتعالى، إن كان يعلمون الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. طب إذا كنتم إذا كنتم تعترفون لله عز وجل بالألوهية، كيف تعبدون معه غيره؟ أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمي قل كلمة أشهد لك بها عند الله، فأبى أن يقولها، فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب تنقض لا إله إلا الله، فمات على الشرك. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، لن نطيع أبدا ولن نؤمن له. قال رب انصرني بما كذبون. عندما هنا يعني عندما يحتدم الموقف فيوحى للنبي ادعو الله سبحانه وتعالى عليه، قال رب انصرني بما كذبون، فيستفتح النبي عليهم ادعو الله سبحانه وتعالى، قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم عما قليل ليصبحن نادمين، أصلا عما قلبت النون ميم وضغمت الميم في الميم، فقال عما قليل ليصبحن نادمين عندما يأتيهم العذاب سيندمون. نعم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، فأخذتهم الصيحة بالحق بالعدل جراء تكذيبهم وكفرهم ومعادتهم للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فجعلناهم غثاء هلكا كغثاء السيل، فبعدا للقوم الظالمين. فبعدا مصدر محذوف فعله، كما قال جلاله فبعدا لمدين كما بعدت ثمود، فعله بعد بمعنى يعني الهلاك والبوار، فبعدا للقوم الظالمين أي هلاكا للقوم الظالمين. وهنا ليدلك على أن الظلم هو الشرك، هنا الظلم هنا بمعنى الشرك، هو من أعظم أسباب البوار والخسران والعذاب والنقم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، أمما وأجيالا من الناس، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وكانت هذه الأمة أيضا تمضي على ضرب التكذيب، على ما مضى عليه أسلافهم من الكفر ومن التكذيب، ولكن ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، يعني لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني سيمضون إلى القدر والأجل الذي قدره الله عز وجل لهم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، بالمعنى هنا أن الله جل وعلا يعني عذبهم لكن بالأجل المحدد لهم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، يتبع بعضهم بعضا من التواتر بمعنى التتابع. ثم أرسلنا رسلنا تترى أي يتبع بعضهم بعضا، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، من أمة من الأمم كلما جاء أمة رسولها كذبوه، لكن هذا العموم مخصص بقوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، لم تؤمن أمة بكمالها وتمامها إلا قوم يونس. إذن العموم ده مخصص، كلما جاء أمة رسولها كذبوه سبحان الله، فأتبعنا بعضهم بعضا
أتبعنا بعضهم بعضا، أتبعنا هؤلاء غيرهم من الأمم المكذبة في الهلاك، وجعلناهم أحاديث، وجعلناهم أحاديث يتحدث الناس بأخبارهم ويتسلى الناس بقصصهم، جعلهم الله عز وجل مثلة وعبرة يعتبر بها، وجعلناهم أحاديث يتحدث بها الناس. فبعدا لقوم لا يؤمنون، قبلها فبعدا لقوم الظالمين، هنا فبعدا أي هلاكا وخسارا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. تختم وسيختم هذا القصص بقصة موسى صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، بالآيات الواضحات والدلائل، ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، وسلطان مبين حجة واضحة. نعم، آيات عظيمات، ومرت علينا هذه الآيات في قصص في هود وفي يونس وفي وفي الأعراف قبل ذلك، إلى فرعون وملئه، قضية الملأ أيضا ظاهرة عندنا هنا أيضا، إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. قضية عند هؤلاء كما قال موسى عليه السلام، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم، وفي النمل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هنا أيضا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، يعني وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، عال في الأرض يعني إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، طوائف، قسمهم طوائف، شعب وشعب، نعم، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم، إنه كان من المفسدين، هذا معنى العلو في الأرض، فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وتلك نعمة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل، لأنه جعل بني إسرائيل يعبدون من دون الله، فأنكر على موسى عليه الصلاة والسلام دعوته، وتلك نعمة، نعمة الرسالة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل، لأنه عبد بني إسرائيل له، يعني أنؤمن لبشرين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين، أهلكهم الله جل وعلا هم وجنودهم وقومهم في يوم واحد، يوم واحد لم يبق الله عز وجل منهم بقية، في ساعة واحدة أخذهم الله عز وجل عن بكرة أبيهم، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد أتينا موسى الكتاب، وبإهلاك هؤلاء توطدت الأرض لإيه؟ لدعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وتوطد الأمر لموسى عليه الصلاة والسلام، لأن وجود هؤلاء الكفرة المعادين للرسل بيصدون الناس صدا، ويعني ويؤذونهم أذن على كفر بالله عز وجل، لذلك بعد هلاك هؤلاء ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، كتاب التوراة، الألف واللام هنا الكتاب المعهود، الألف واللام للعهد هنا، نعم، وهو التوراة لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، آية عظيمة دل على وحدانية الله جل وعلا، خلق الله آدم بلا أب وأم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية الخلائق من أب وأم، هذه من الدلائل العظيمات على وحدانية الله جل وعلا، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وآويناهما إلى ربوة، إلى، وهذه الربوة هنا يعني المكان المرتفع، نعم، والظاهر أن الله جل وعلا يعني ألجأ هو وأمه إلى بيت المقدس، وهذا هو الصحيح، نعم، من أقوال أهل العلم، نعم، لأنه هو المذكور في 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 الآيات الأخرى، قال في يعني في يعني في غيره، ويعني قد جعل ربك تحتك سرية، نعم، هنا يقول وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قرار يعني يستقرون فيه، ومعين الماء، المعين الذي ينبع الماء الصافي. والختام يعني دعوة الرسل، نعم، طبعا بهذا القرآن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.
هنا تتأمل هنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وأمر الله عز وجل المؤمنين بذلك، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، حديث عند مسلم في صحيحه، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الشاهد من الحديث هنا ومن الآية هنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الحلال التي طيبها الله لكم، وهذا يشمل الحلال كله، واعملوا صالحا، لتعلم أن أكل الحلال هو من أعظم أسباب الإعانة على العمل الصالح، كما أن أكل الحرام من أعظم أسباب الخذلان ومن أعظم أسباب الفجور. أكل الحرام مؤثر في الإنسان، ولذلك يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين بذلك يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأن الأكل من الطيبات ومن الحلال هو من أعظم الأسباب المعينة على الصلاح، لذا قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، مرتب هذا على ذلك إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، والأمة هنا بمعنى الشريعة والدين، ومر علينا معاني الأمة، هذا هو دينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أصل الدين واحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم كما قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات خلف من بعد هؤلاء فتقطعوا أمرهم دينهم فرقوه، كما قال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، زبرا قطعا كزبر الحديد كقطع الحديد، آتوني يعني زبر الحديد يعني قطع، إذا مزقوا الدين بدع وأهواء وملل ونحل شتى، يهودية ونصرانية ومجوسية، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا قطعا كل حزب بما لديهم فرحون، لأنهم كل واحد يرى أنه على الحق، كل حزب بما لديهم فرحون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.